اختتام ديال المعرض ديالنا، وكانت فيه توزيع تم فيه توزيع شواهد تقديرية لكل الفنانات اللي كيستحقوا هذا التقدير وهذا التشجيع. وكنتمنى ان تكون هذه التظاهره سنويا، وكنشكروا المركب الثقافي سيدي بليوط على هذه الاستضافه تاعته. وكانت الاجواء مزيانه الحمد لله، وكان الفنانات كلهم ساتيسفيت وفرحانين. المعرض ديال ريان ارت شارك فيه 21 فنان وفنانه، للوحات ديالهم نالت الاعجاب الزوار، وكان اقبال كبير على هذا المعرض. ما كنكرهوش اننا نخرجوا به للمدن الاخرى في المغرب وخارج المغرب ان شاء الله، لان فنانات عندهم طموح قوي اللي كيبان ليا، وتبارك الله مبدعات، وكنشوف انهم يقدروا ان شاء الله يوصلوا. اليوم فرحان بزاف لانني شاركت في هذه التظاهره اللي هي بدايه مسار، وكنشكر من هذا المنبر الاستاذه القديره لالا جميله الشمول واتولي غايان اخت. وكنظن ان تبارك الله التشكيلات اللي موجودين هنا والانواع ديال الخدمه اللي كاينه في هذا الابداع هذا هي غزاله. وكنتمنى ان تكون تظاهره سنويه ويجوا المزيد عاوتاني من الفنانين ويتالقوا في هذه التظاهره ان شاء الله.